مسابقة حلوات العيد مع إيديال. أكيد حنا رمضان ما سخينا شايبي، ولكن هذه سنة الحياة. من بعد شهر ديال الصيام ربي كيهدينا وكيعطينا واحد الهدية ديال العيد الفطر اللي فيها كيتلاقاو الحباب كنصلوا الرحيم، وكل مرأة مغربية تبدع في هذه المناسبات بحلويات متنوعة باش كنزينوا المائدة ديال صباح العيد. وإيديال معك للا باش تزيدك لمسة رائعة ولمسة خاصة على كل الحلويات اللي كتقدمي. وكل يوم في البرنامج كنهديوك لاله هدايا رائعه للفوز. اليوم معنا عائشه من مدينه الدار البيضاء اللي غادي تقترح علينا غريبه بالزنجلان. عائشه صباح النور، شخبارك ولاباس عليك؟ صباح الخير، عواشر المباركه، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه والرزق. الله يكبر بيك يا ربي. اللهم امين. ومرحبا بك معنا عائشه. اليوم تختاريتي تعطينا غريبه بالزنجلان. غريبه خفيفه وميم طول لذيذة. يلا هلا على بركة الله، ناخذ المقادير طريقة ديال التحضير. كتاخذي واحد ربع ديال الزبدة. أيوة. كصونص ديال السنيدة. ايوا كصونص ديال السنيدة كتديريهم مزيان بيدك في القصرية. أيوة. غير في القصرية. ايوا وكتزيدي عليهم واحد ربعة البيضات. ايوا وواحد فاني ديال إيديال. اها وكتزيدي واحد كاس الزيت وكتخدمي بيدك وكتزيد واحد جوج خمارات ديال وكتزيدي واحد الطحين على حساب الخليط. ملي كتجمع الخليط كتبقى رطبه بزاف. وكتشدي هذيك كتكوريها كتمرزميها في الجلجلان وكتحطيها في الطاوه. اييه وكديرهم شويه مفارقين شويه وكديريها في الفران كتخرج تبارك الله زوينه ولذيذه وخفيفه وسهله دغيا كتوجد. عطاك الله الصحه والراحه. هذه غريبه زمانيه. زمانيه تبارك الله عليك عائشه. عطاك الله الصحه والراحه وما غاديش تمشي بيديك خاويين. هاد الصباح اصوات وايديال كيهديوك عائشه. هاشوار كنقول لك بصحتك وراحتك وتستاهل كل خير. شكرا بزاف.